بس لايف كله. اوكي ابشر. ممكن انا لو السماعات حقت الترجمه ممكن تطلع الصوت. هناك اربع نقاط تؤخذ بعين الاعتبار لايجاد حلول لهذه الظاهره. اولا التاهيل الاقتصادي، ثانيا الدمج الاجتماعي، ثالثا الامن والسلامه، ورابعا تطوير البنيه التحتيه. طورت المملكة العربية السعودية استراتيجية تغيير بسيط بس بسبب الصوت. الأمير خالد سيستمع للعروض من مقعده وبعدين سيعلق على الثمان عروض مع بعض في وقت واحد بعد انتهاء جميع الشباب. تفضل يوسف. طورت المملكة العربية السعودية استراتيجية لحل هذه الظاهرة تقوم عليها هيئة تطوير مكة المكرمة وفقهم الله وجزاهم الله خيرا. الحلول الواردة في استراتيجية تطوير مكة المكرمة: أولا التأهيل الاقتصادي بتأمين مساكن بأسعار مناسبة وإيجاد فرص عمل للسكان وتحويل هذه المناطق إلى مناطق استثمارية. ثانيا الدمج الاجتماعي بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وتأهيل السكان ببرامج وفرص تدريبية. ثالثا التأهيل أو الأمن والسلامة بإيجاد استراتيجية للحفظ على الأمن والسلامة والتحكم بالحجرة اللاشرعية. رابعاً تطوير البنية التحتية بتوفير مساكن بديلة وتطوير الطرق والحركة. ننظر الآن إلى الحلول التي تم رصدها من خلال الرحلة إلى البرازيل. تمكنت البرازيل قفز خطوات عديدة في حلول المناطق العشوائية. أولاً التأهيل الاقتصادي بتحفيز الشركات بالاستثمار وتوظيف أهالي هذه المناطق. ثانياً إيجاد مناسبات واحتفالات لكي تصبح هذه المناطق عنصراً فعالاً في الاقتصاد. ثانياً الدمج الاجتماعي ببناء مراكز داخل الحي للتأهيل والتدريب المهني وإيجاد برامج توعوية وتوفير فرص العمل أيضاً. بالأمن والسلامة تم إنشاء مراكز شرطة توفر الأمن والسلامة وتساهم في الخدمات الاجتماعية وتساعد أيضاً في تنظيم الملكيات. أما في تطوير البنية التحتية تم التطوير والارتقاء بالمباني التي توجد في هذه المناطق، حيث لم تنجح البرازيل سابقاً في خطة نقل المقيمين إلى الأحياء العشوائية إلى ضواحي بديلة. نتقدم الآن بثلاثة توصيات رئيسية. الأولى وهي إعادة ترتيب الأولويات بالبدء بالخطط والمبادرات السريعة عالية الفعالية والبدء بالجانب الأمني والتكافل الاجتماعي. ثانيا مراجعة الاستراتيجية بإعادة النظر في الآليات التي لم تنجح في الدول الأخرى. وثالثا فلنبدع بالاستفادة من التجارب المبدعة مثل المناسبات التي تقام في هذه الأحياء والمراكز الاجتماعية داخلها أيضا. ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر ليوسف البسام. والآن الأخ محمد البكري ليتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المساكن. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب سأتكلم اليوم إن شاء الله عن الإسكان ومتطلبات ذوي القدرات الخاصة وتفعيل قوانين البناء وتلبية المتطلبات.
حنتكلم عن الوضع الراهن، الأنظمة الحالية، متطلبات وحقوق ذوي القدرات الخاصة، الحل المقترح، وطرق لتفعيل المبادرة المقترحة. طبعاً الوضع الحالي ببحث بسيط على الإنترنت وبتصفح وسائل الإعلام حنعرف أن الوضع يقول أن النظام غير مطبق. النظام موجود، الباب الثاني من نظام البناء السعودي، ولكنه غير مطبق إلى حد ما. بعض الحقائق: بناء على مسح ميداني قام به فريق العمل، وجدنا أن 70% من المباني السكنية لا تتماشى مع الباب الثاني من نظام البناء السعودي. 80% من المدارس غير مهيئة للطلاب من ذوي المهارات الخاصة. 75% من الأرصفة غير مهيئة لذوي القدرات الخاصة. وأخيراً 80% من المساجد لا توفر وسائل الدخول والوصول إلى المسجد وأماكن الوضوء. هنا تكمن الحاجة لتفعيل الباب الثاني من نظام البناء، والذي يتضمن بتفصيل دقيق جداً مباني المواصفات المطلوب تواجدها في مباني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، التمكين من الوصول من وإلى المبنى، الأبواب والممرات السالكة وأبعادها، الأبواب ومساحة فتحة الباب الصافية، يجب أن تكون فتحة الباب الصافية 280 سنتي صافي، الدرج والمصاعد وأبعادها، المساجد وتجهيزها لذوي القدرات الخاصة، والتجهيز مواقف سيارات المباني. من أحد هذه الأمثلة، معليش بمشي بالمقلوب، من أحد هذه الأمثلة في الباب الثاني من نظام البناء السعودي نجد عدد الوحدات سهلة الوصول المطلوبة في كل مبنى نسبة إلى عدد الوحدات السكنية المتوفرة في المبنى، ونجد نفس الشيء بالنسبة للمواقف والمرافق الأخرى. فدعوة إلى التعلم ونقل التجارب الناجحة. كوريا الجنوبية من أحد الدول التي طبقت جميع أنواع المساعدات المطلوب توفرها في المدينة وفي المساكن وفي المرافق العامة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى درجة أنه في المصاعد الأزارير ليست بشكل أفقي بل هي بشكل بشكل أفقي، لكي يتمكن الشخص الذي على كرسي متحرك أن يتوصل إلى أي زر في المصعد. وطبعاً أدعو إلى استحداث جائزة أسهل مدينة في الوصول. الاتحاد الأوروبي استحدث جائزة أكسس سيتي، وهي جائزة الاتحاد الأوروبي للمدن سهلة الدخول والتنقل، ويتم إعلان الفائز لكل عام بالنسبة إلى المدينة التي سهلت جميع المرافق والمساكن لذوي المتطلبات الخاصة. المبادرة التي أدعو إليها هي مبادرة حي الحياة، دعوة إلى المستثمرين لبناء حي متكامل مهيئ بحسب أفضل المواصفات لتلبية متطلبات ذوي القدرات الخاصة، وهذا يشمل السكن والمرافق المحيطة بالسكن. يتم هذا عن طريق شراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات الصلة، سواء كمؤسسات مدنية أو حكومية أو القطاع الخاص، توفير كافة الخدمات والمبادئ المصاحبة لها، وتطبيق مواصفات البناء المذكورة في الباب الثالث من نظام البناء السعودي، كون النظام موجود لكنه إلى حد كبير غير مفعل. شكراً. شكراً الأخ محمد. الآن الأخت لمى الغالب في مشروع المراكز الاجتماعية. سامحوني. تأملت فتألمت فتعلمت. ما نقدر نبني مجتمع مدني من فراغ، وما نقدر نبني الوطنية في لحظة، فكل هذه بناء على دراسات تبنى وتعزز وتغرس منذ الطفولة، وتبدأ بالشعور بالانتماء، ومن ثم تصبح شعور بتكافل اجتماعي. أدركت هذه الحقيقة سنة 1431 من خلال بحث مع صديقتي عن تفعيل مراكز الأحياء لتعزيز الوطنية، فوجدت أن خير الانطلاقة
لتعزيز التكافل الاجتماعي هي مشاريع الإسكان، بسبب وجودها جنب السكان وبسبب الكثافة السكانية العالية اللي موجودة في هذه المشاريع، إضافة أنها ما وضعت في الاستراتيجيات أنها تخدم سكانها من خلال المرافق الرياضية والتثقيفية والترفيهية، فبذلك لا تخدم سكانها ولا تخدم من سكانها. المسببات كثيرة، ولكن من أولها وأهمها أن مشاريع الإسكان الحالية لا تدار يعني إذا أخذنا مشروع إسكان مثلا الشرفية، فهي ليست فئة مستقلة عن وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري، إنما هي تنتمي إلى كيان أكبر، مصاريفها تحتاج إلى موافقات من كيان أكبر، بالإضافة إلى التطوير ليس لديها إدارة مستقلة تقدر تتخذ القرارات السريعة. غير عن كذا ما في مركز يضم عندك لجنة الإسكان، عندك اتحاد الملاك، عندكم الجمعيات أو المجاميع الشبابية، فهذه كلها لا تتضافر جهودها وتؤدي إلى خدمة السكان بطريقة أفضل. بالإضافة أنه صعب الاهتمام بالتطوير لما ما في الموارد الكافية للاهتمام بالصيانة أساساً، وما في المستثمر التنموي اللي بيطلع على هذه الأماكن، لأنه الأشياء الفرص التجارية طبعاً أكبر وأفضل. طبعاً أمور لوجستية أخرى ما نتطرق لها. المأمول والمفروض مننا ولنا إننا إحنا نهتم بهذه المشاريع الإسكان إنها تصير مراكز اجتماعية بتصميم حضاري، مناطق خضراء توفر متنفس للأشخاص بمرافق رياضية وتثقيفية. من هنا جاء مركز تكافل الاجتماعي. هذا المركز لي شغالة فيه تقريباً 3 سنين. نضع الخطط على أساس أنه يكون شيء مؤسساتي ومستدام. فكرته تطوير المجتمع المدني من أجل الرقي بالمجتمع. رسالته بناء وإدارة مركز حي نموذجي مستدام ينافس النماذج الدولية، واستخدامه لتعزيز التكافل الاجتماعي اللي ينادي به ديننا الحنيف. طبعاً هذه هي المنطقة اللي هو مشروع الإسكان في الشرفية. بحمد الله طبعاً تواصلنا مع صندوق التنمية العقاري، أعطونا الأرض، الشركات والمهندسين المتطوعين ساعدوا بتصميم المنطقة الوسطى اللي هي الساحة اللي حتستخدم كمركز اجتماعي، بها كل المرافق اللي زي ما قلنا الرياضية والتثقيفية والترفيهية اللي ممكن تؤدي إلى بناء الإنسان وتنمية المكان. نعود إلى رؤية الأمارة، بناء الإنسان وتنمية المكان، فللمكان علينا حق وللإنسان علينا حق. بالنسبة للمكان يحتاج إلى المرافق، حضانات، مسابح، نوادي، قاعات، ملاعب، ممشى، كل هذه الأشياء وأشياء أخرى، فهذه هي الأشياء اللي ممكن تقدمها المركز الاجتماعي. وبالنسبة للإنسان فيحتاج إلى التطوير الذاتي، نقصد به الدورات التعليمية لكل الفئات العمرية في المجتمع. أكبر مسببات المشاكل الاجتماعية حالياً هي قلة الوعي، إن كان في الأمن والأمان أو كان في السلامة أو حقوق وواجبات المواطن والمقيم أو غيرها من أمور نحتاج أن نعالجها خطوة خطوة. طبعاً الأسس لهذا المركز الحي أو المركز الاجتماعي اللي يفرق به عن المراكز الأخرى إنه مستدام، وسيدار كمؤسسة اجتماعية بدخل ثابت يتأكد من عدم دخوله في الأشياء اللي هي زي ما تقولوا العشوائية، الأمور العشوائية الخيرية، بل سيكون في تطور دائم. مصدر دخله الإيجار من الأماكن التجارية الحالية، بالإضافة لبناء أماكن تجارية أخرى تصب في المشروع وتصبح هي مصدر الدخل الثابت له. الآن نطلب منكم أنكم تساعدونا في هذا الشيء. يا شباب شاركونا في هذه المبادرة، انضموا معنا، ضافروا جهودكم معنا، وخلينا نبني هذا المركز سويا. يا قطاع خاص ادعمونا، الخير واجد فساعدونا. القطاع العام طبعا نطلب منكم أن تخططوا لكل مشروع إسكان أن يكون مؤسسة اجتماعية، اجعلوه مستقل ذاتياً، اجعلوا لديه المحلات التجارية اللي تصب في مو بس صيانته ولكن أيضاً تطويره في السنين القادمة. والشيء الثاني، أتمنى أنه نقدر نفتح الأبواب لتسجيل المؤسسات الاجتماعية، فكشركة أنت ممكن تسجلي كمؤسسة ربحية، وكجهة خيرية ممكن تسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية خيرية، ولكن المؤسسة الاجتماعية هي دمج الاثنين لتصبح هناك مؤسساتية في العمل الاجتماعي، فهي مؤسسة ربحية ولكن بأهداف اجتماعية، وهذه اللي تحقق الاستدامة اللي احنا نطالب بيها.
فأعود وأقول طبعاً شريكنا الاستراتيجي مجلس شباب مكة للتنمية، أعود وأقول تأملت فتألمت فتعلمت والآن بادرت، فشاركونا هذه المبادرة. شكراً للأخت لما. بس طلب من الشباب والشابات الموجودين أنهم يرسلوا مبادرات زيادة، احنا مو يعني نبغى منكم مبادرات أكثر. وأدعو الأخ معاذ حريري ليتحدث عن المدن القائمة على المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أحب أقول لكم عن مدينة. المدينة هذه تضم 83 مقر رئيسي لشركات عالمية. المدينة هذه معدل دخل الفرد فيها أعلى من معدلات دخل الفرد في لندن وباريس. المدينة هذه تنتج 60% من إنتاج الدولة اللي هي موجودة فيها. المدينة دي اسمها مدينة معرفة. خلونا نعرف مع بعض إيش هي مدينة المعرفة. مدينة المعرفة بكل بساطة هي المدينة اللي اقتصادها يقوم على العلم، بمعنى أنه عندنا علم نظري. العلم النظري هذا يتحول إلى منتجات وابتكارات، المنتجات والابتكارات هذه تتحول إلى اقتصاد قوي، الاقتصاد القوي بعد كده يتحول يرجع إلى العلم النظري مرة أخرى، وفي النص المجتمع بيستفيد من كل هذه الدورة. المدينة اللي تكلمت عنها قبل شوية هي مدينة هلسنكي في فنلندا. المدينة هذه تضم تقريباً 250 منشأة تعليمية ما بين مدارس ومعاهد وجامعات. ثلث الناتج المحلي من إنتاج فنلندا بيكون في مدينة هلسنكي، توفر 75% من العمالة الموجودة في الدولة. مثال آخر اشتغلنا عليه مدينة برشلونة. مدينة برشلونة عندها مباني تاريخية وعندها علم في التاريخ. حولت التاريخ هذا إلى مزارات سياحية. الآن 20% من الوظائف المتوفرة في مدينة برشلونة تتعلق بالسياحة. إيش الهدف من مدن المعرفة؟ مدن المعرفة هي مستوى جديد من الحياة، زي لما احنا بنتكلم الآن عندنا عشوائيات وبننقل الناس إلى مخططات لتسهيل حياتهم وإضافة نوع جديد من الحياة. أيضا مدن المعرفة تنقل المدينة من مدينة عادية إلى مدينة معرفية تلقائيا. مشاكل البطالة، مشاكل الفقر، مشاكل الإسكان بتحل عندما تتحول المدينة إلى مدينة معرفية. نحصل على مجتمع أكثر ثقافة، أكثر علم، أكثر إنتاج، أقوى اقتصاديا وأكثر تناغما مع الحياة. اخترنا مدينة جدة في دراستنا لأنه تتوفر فيها المقومات الأساسية لمدن المعرفة. عندنا جدة التاريخ، جدة العلم، جدة السياحة، وجدة التجارة. كل هذه المقومات في ظل حكومة مهتمة بمشاريع التنمية في المدينة. الرؤية والطموح: نعمل على تطوير مدينة جدة وربطها بما يحيط بها من مدن حتى تكتمل الدورة المعرفية. نعمل على إيجاد المشاريع التي ترفع من المستوى الثقافي والديني والوطني والعلمي للفرد حتى نصل إلى مجتمع متعلم منتج يساهم ويعتمد عليه الوطن. رؤيتنا بالنسبة لجدة تنقسم إلى ثلاث محاور. المحور الأول هو محور إعداد النشأ، الهدف منه بناء شخصية النشأ دينياً وطنياً ثقافياً وتحفيز جوانب الإبداع فيه من خلال المشاريع التالية: مجمع للإنتاج الإعلامي، مكتبة للنشأ، متحف، مركز تعليم للترفيه، ومسرح. المحور الثاني تطوير المجتمع الحالي أو الجيل الحالي، الهدف منه تعزيز ثقافة التعلم والإنتاج وإظهار جوانب الإبداع والتطوير.
عن طريق مشاريع ربط الكتاب بالمجتمع، متاحف، مراكز للتدريب والتعليم، مراكز لممارسة مختلف الهوايات. المحور الثالث اللي نبي نشتغل عليه إحياء مدينة جدة التاريخية، الهدف منه جعل مدينة جدة نقطة جذب للسياحة عن طريق إعادة وترميم وتأهيل المنطقة التاريخية، توفير كافة المرافق والخدمات التي تجعل من جدة أو من المنطقة التاريخية مكان السياحة الأول في المملكة. ماذا لو نجحت الخطة وقدرنا نحول جدة لمدينة معرفة؟ غير أنه مدينة جدة نفسها حتستفيد، أيضا مدن أخرى حول جدة حتستفيد، سواء من الناتج العلمي أو الناتج الاقتصادي أو المنتجات. مدن مهمة جدا مثل مكة، المدينة، ينبع، كاوست، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وغير ميناء جدة الإسلامي اللي بيصدر لكل العالم. بعد كده بدأنا خطوة بعدها، قسمنا مدينة جدة إلى 8 مناطق على حسب البلديات، كل بلدية بتضم مجموعة من الأحياء. وضعنا في كل مجموعة من الأحياء، في كل منطقة بلدية يعني، مشروع بيتكون من مكتبة، متحف، مركز تدريب وتعليم، ومركز لاحتواء الهوايات. ونفس الشيء بالنسبة للمشاريع اللي هي تختص بإعداد النشأ، سمينا المشروع هذا مشروع الكوكب الصغير، بيضم مجموعة من المشاريع: مجمع للإنتاج الإعلامي، مكتبة النشأ، متحف، مركز للتعليم بالترفيه، ومسرح. بعد كده اخترنا موقع، الموقع هذا هو على طريق الملك عبد الله وقريب من خط الحرمين المؤدي إلى المطار. ميزة الموقع هذا يتميز بكثافة سكانية عالية، في مدارس كثير حوالينه، في أسواق، جامعة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك فهد، محطة القطار الجديدة، وفي مستشفى جديدة كمان هناك بتصير. وبدأنا نحط مواصفات للمشروع اللي احنا بنعمله. ايش المواصفات اللي احنا نبغاها؟ نبغى المشروع يكون فيه ممرات للمشاة، ممرات مضللة، ساحات للجلوس والتواصل، يكون المشروع يعني فيه روح جدة القديمة وفي نفس الوقت جدة المعرفية اللي احنا بنطمح لها. وبدأنا بعد كده صممنا مكتبة للأطفال من سن الحضانة إلى سن المتوسطة تقريبا، تكون هذه المكتبة إلكترونية، نقرن الكتاب باللعب بحيث أنه ممكن الطفل يلعب ويقرأ في نفس الوقت. وصممنا مركز للتعليم بالترفيه، الهدف منه أنه العلوم اللي إحنا بندرسها في المدرسة ممكن نروح للمركز هذا ونطبقها فيه يعني حقيقة. بعد كده صممنا متحف لتاريخ جدة من بداية نشأة مدينة جدة إلى يومنا الحاضر. وبعد كده صممنا مركز للإنتاج الإعلامي، هدف المركز هذا هو إنتاج إعلام موجه للأطفال المسلمين والأطفال السعوديين. وصممنا كذلك مسرح ممكن استغلاله للمدارس على أساس أنه يكون في نوع من التنافس العلمي بينهم. بعد كده صممنا الممرات والممشى بحيث أنه يكون على طراز جدة القديمة، وصممنا ساحات لألعاب الأطفال. في النهاية أحب أقول أنه هذا المشروع يحتاج مننا جميعا أن نعمل معا ونتعاون، ونحتاج إلى القائد، نحتاج إلى القطاع العام، نحتاج إلى المؤسسات الاجتماعية المختلفة. هذا المشروع مشروع نهضة، مشروع يحتاج إلى من يحتضن الفكرة، ويحتاج إلى من يتبنى المبادرة، يحتاج إلى القائد، يحتاج إليكم يا سمو الأمير، فتوجهاتكم معروفة نحو مشاريع التنمية والبناء. فنحن نريد من هذا المشروع أن نزيد من غبطة الأصدقاء وحسد الأعداء. جدة مدينة المعرفة، جزاكم الله خير. شكرا أخ معاذ. أنا بس أطلب من المتحدثين أنه يحاولوا ما يزيدوا عن 4 دقائق عشان الوقت. الأخت نورة منصوري، وعرض عن الاستدامة البيئية. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسكان الأخضر نحو الاستدامة البيئية. العلاقة بين السكن والبيئة تتلخص في ثلاث علاقات: بناء وتشغيل الوحدة السكنية ومتطلباتها من مواد البناء والطاقة والمياه والأرض، وثانياً الأنشطة السكنية وتأثيرها المباشر على البيئة مثل التلوث والنفايات والأضرار بالطبيعة، وثالثاً عرضة إصابة الوحدات السكنية بالمخاطر والكوارث البيئية والطبيعية كالسيول والزلازل والإعصار. التحديات البيئية الملحة في المملكة العربية السعودية يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط: أولاً تصاعد استهلاك الطاقة في المملكة، إذ نتوقع تضاعف الاستهلاك بحلول عام 2030، وحجم الاستهلاك اليومي اليوم يقارب 2 مليون برميل، واستهلاك المملكة اليومي إذن يساوي استهلاك الهند التي هي 1 بليون نسمة. ثانياً استنفاد موارد الوقود الأحفوري بسبب النمو السكاني، التحديات الحضرية، والاقتصاد الريعي أو البترولي. ثالثاً تغيير المناخ، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى الآثار البيئية ومخاوف صحية مترتبة على ذلك. البصمة البيئية للشخص الواحد في المملكة يعادل ضعف مستوى العالمي، والسعودية في المرتبة 20 في التصنيف البلد الأكثر تحدياً بيئياً في العالم. هناك أيضاً فرص للاستدامة البيئية في المملكة، إذ هناك توسع سريع لقطاع البناء والإنشاءات مدعوماً بالإنفاق الحكومي السخي، فهناك فرصة تطبيق عمل الأبنية الخضراء وقوانين بيئية صارمة على الأبنية الجديدة، وهذه بلا شك امتداداً للرؤية الرشيدة في الحفاظ على البيئة، مبادرة خادم الحرمين الشريفين في نشر عمل الأبنية الخضراء والاهتمام بالبيئة وتضافر الجهود الشخصية. الاستدامة البيئية أيضاً في قلب ديننا الحنيف. يقول الله تعالى في الآيات الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا في عدم الإسراف في الوضوء ولو كنا على نهر جاري. فدورة حياة الإسكان إذا نظرنا إليها تبتدئ من مرحلة التخطيط، ومن ثم تصميم المباني إلى الإنشاءات والعمليات والتجديد والترميم إلى نهاية الحياة. وإذا أردنا أن نراعي شروط وقواعد الحفاظ على البيئة فيجب أن تكون في كل هذه الدورة، والحفاظ على البيئة والصحة وترشيد استخدام مصادر الطاقة والمياه من أجل تحقيق الاستدامة البيئية. أمثلة آليات المباني الخضراء منها استخدام منتجات وأنظمة العزل في النوافذ والزجاج، أنظمة الطاقة الشمسية للماء الساخن، استخدام المياه بتقنيات أكثر كفاءة إلى ما غير ذلك. بعض مميزات المباني الخضراء أنها تقلل نحو 75% من مخلفات البناء، تقلل حجم استهلاك الطاقة نحو 30 إلى 70%، وحجم استخدام المياه من 15 إلى 60%. هناك فوائد كثيرة للبنايات الخضراء، منها بيئية مثل تعزيز وحماية التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية، منها اقتصادية كخفض تكاليف التشغيل، ومنها اجتماعية كتعزيز راحة وصحة الفرد. إذن الاستدامة البيئية لها ثلاث محركات: المحرك الأكبر هو الحكومة، من ثم المجتمع، ومن ثم القطاع الخاص. الحكومة عليها وضع السياسات والقوانين، والمجتمع التعليم والوعي، وقطاع الإسكان الأداء والبناء. الخلاصة إذن الحفاظ على البيئة يؤدي إلى الكفاءة في استخدام الطاقة، وإذن الحفاظ على مصادر الطاقة الداعمة لاقتصادنا البترولي. التوصيات هي كالآتي: إنشاء مجلس استشاري حكومي يعنى بالتخطيط المسؤول والنمو العمراني مع حماية البيئة،
وضع رؤية طموحة واستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية، الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، رفع مستوى الوعي البيئي بين المسؤولين والحكوميين والسياسيين، اعتماد الإطار التنظيمي للبناء المستدام ووضع قوانين ومقاييس بيئية صارمة، غرس ثقافة المباني الخضراء في البنى التحتية ووضع محفزات تطبيق نظم العمارة المستدامة، توفير التمويل لدعم الشركات الناشئة والتقنيات المبتكرة وللتدريب والتعليم، وأخيراً إنشاء سوق للبناء المستدام من مواد وخدمات وأدوات. وشكراً. شكراً للأخت نورة. الآن الأخت شهد بخش، وهي من برنامج إنجاز أو شركة إنجاز السعودية، وستتحدث عن سقف للإيجارات في المملكة. صباح الخير. صباح الخير. صبحته عند المساء فقال لي هذا الصباح، وظن ذاك مزاح فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. اليوم وانا جاي على المؤتمر صاحبتي قالت الا تدخليني معاكي وباشوفك وانت بتقدمي، ونحن في الطريق جلسنا نتكلم، تحكينا عن اخوها موظف في القطاع الخاص براتب 8000، حابب يكمل نص دينه ومقبل على الحياه الزوجيه وبيدور على شقه صغيره تناسب دخله وامكانياته. لكن اللي ما يعرفه عبد الله انه مثل وجود مثل هذه المواصفات للشقق شيء نادر، ويستمر البحث في حين أنه يبدأ إيجار الشقة بثلاثة غرف بسعر 25,000 ريال. طبعاً أحب أسلط الضوء على سؤال واحد، إلى أي حد راح تستمر أسعار الإيجارات بالارتفاع؟ في حين أن وطبعاً عبد الله واحد من 60% من الشباب السعودي في المملكة، مع العلم أن النسبة الأعلى من الشباب السعودي لا يملكون عقارات سكنية ويعيش القسم الأكبر في وحدات سكنية مؤجرة. وبما أن قيمة الإيجارات أكثر من دخل الفرد، أي أن دخل الفرد لا يتناسب مع قيمة الإيجارات، فالحلول المقترحة لمشكلتي هي وضع قانون يحدد سقف لقيمة الإيجارات، تكوين لجنة من وزارة التجارة أو وزارة الإسكان لتقييم وتحديد الإيجارات على حسب المنطقة، الحي والشارع. وهنا حابة أذكركم آلية عمل مبسطة، تقسيم الوحدات السكنية إلى فئات مختلفة ألف وباء وجيم، وطبعاً حنعمل على حسب، حنقيمها على حسب عمر المبنى، حسب جودة البناء ومساحة الوحدة السكنية، وعلى حسب مستلزمات الرفاهية. وأقصد بمستلزمات الرفاهية موقف خاص، غرفة السائق والخدمات الإضافية، الصيانة والغاز المركزي. الفكرة الحل الآخر، نحن ما نحبين نزعل ملاك العقار بما هم موجودين معانا، بس أنتوا معانا وأنا معاكم، لكن نحن حابين نعمل عقد مع المستأجر بمدة لا تقل عن 3 سنوات بإيجار ثابت يضمن فيه حق الشباب من ذوي الدخل المحدود. وبما أنه نحن ما حنزعلكم، حنحدد هذه بعد ما تخلص مدة العقد، حنحدد نسبة يستطيع فيها ممثلين ملاك العقار بزيادة هذه النسبة على سبيل المثال 5%. وبما أنه في الآونة الأخيرة النسبة ارتفعت وتزاوجت 150%، فبعد تطبيق هذه الآلية إن شاء الله يكون في انخفاض كبير في هذه النسبة. ومن أهم العوائد على تطبيق هذا النظام إيجاد سكن مناسب للشباب من ذوي الدخل المحدود. أختم كلامي، نأمل من الوزارات المعنية وممثلين ملاك العقار الاجتماع والبحث ليتوصلوا إلى حل يخدم الطرفين، ممثلي ملاك العقار
والشباب المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وربط حلقة الوصل فيما بينهم. شكراً. شكراً للأخت شهد. والآن الأستاذ حسن باتي والذي سيتحدث عن تكلفة الوحدات السكنية كذلك. تفضل. السلام عليكم. على ضوء في البداية حتكلم عن فكرة تخفيض تكلفة الوحدة السكنية بناء على ما درسته في تخصص إدارة الأعمال والاقتصاد. بس في البداية حابين ناخد إحصائية. حسب إحصائية للبنك الفرنسي فإنه أسعار الفلات بعيدة عن متناول عامة السعوديين. البنك الفرنسي عمل دراسة متوسط أسعار الفلات في 3 مدن الشرقية وجدة والرياض تبدأ من 700,000 وتوصل لمليون ونص. بعد كده وضع شروط الإقراض والرهن. النتيجة اللي طلعت إنه أقل راتب للموظف المفروض يكون 14,000 يوصل ل 28,000 عشان يقدر يتملك السكن، بينما الراتب النموذجي أو متوسط الراتب النموذجي المواطن السعودي هو 8,000، ففي مسافة كبيرة بين الاثنين. في نفس الوقت في نفس التقرير بعنوان امتلاك المساكن بعيد عن متناول الموظفي القطاع العديد من موظفي القطاع العام الحكومه، تم وضع خيار اخر غير الفلل وهو شقه بمساحه 190 متر وقيمتها 550,000 تمليك، وبناء على سلم الرواتب وجد انه الى المرتبه ال11 الراتب حقه ما يساعد انه يتملك شقه صغيره مساحتها 190 متر، والى المرتبه ال15 اعلى مرتبه في الدوله لو كان بيعتمد فقط على راتبه الشهري ما راح يقدر يتملك فيلا حسب الاسعار الموجوده حاليا. اساس نعرف انه هل المشكله موجود عندنا بس او هي ما هي مشكله او طبيعي شيء طبيعي، قيمنا وضعنا بشيء اسمه مقياس القدره على تحمل تكاليف الاسكان. المقياس ده مقياس عالمي دراسه عملت عام 2012، فكرتها متوسط سعر السكن على متوسط راتب الموظف السعودي او يعني متوسط راتب الموظف، اطلع الرقم لو طلع مثلا 3 معناته انه الشخص ده لازم يجمع راتبه كامل لمده 3 سنوات بدون صرف ولا ريال على اساس يتملك سكن. طبعا 3 جدا مناسب، اعلى من 5 بتكون فيه مشكله. النتائج اللي طلعت هي كالاتي: امريكا، الولايات المتحده وكندا كانت تقريبا من بين 3 و4، بينما بريطانيا واستراليا كانت بين 5 و6، الصين تقريبا 13.5، السعوديه كانت 16.1 تقريبا. يعني بمعنى انه المواطن عشان يتملك سكن المتوسط انه يجمع راتبه كامل لمده 16 سنه عشان يتملك سكن. تزداد الفداحه الموضوع لما نعرف انه الكثافه السكانيه في الصين هي 140 مواطن لكل كيلومتر مربع، بينما في السعوديه هي فقط 14 مواطن للكيلومتر المربع الواحد. من فين جاءت المشكلة؟ المشكلة من وجهة نظري جاءت من مشكلتين رئيسيتين: الارتفاع الغير ممرر. المشكلة الأولى هي مشكلة الأراضي البيضاء في السعودية، سواء احتكارها أو المضاربة فيها. حسب تقرير للهيئة العليا لمدينة الرياض كان الأراضي البيضاء في الرياض تشكل نسبة 50% داخل المدينة، بينما دراسات أخرى تظهر أنه في مكة وجدة الرقم ما هو بعيد يعني عن هذا، أعلى من كده بقليل. هذا الأراضي البيضاء أدت إلى أنه يكون متوسط سعر الأرض مقارنة بسعر إجمالي المسكن وصل ل 60% عندنا، بينما هو الطبيعي في معظم دول العالم من 15% إلى 30%. المشكلة الأخرى هي أنه الأحياء اللي تم تخطيطها من 20 سنة أو 30 سنة فاتت حددوها بدورين وثلاثة وأربع أدوار إلى 6 أدوار حالياً، بينما في كثافة سكانية عالية زادت خلال السنوات الأخيرة وصار في زيادة هائلة في الطلب مقابل أنه ثبات في العرض أو زيادة جداً بسيطة في العرض. أتوقع من الكلام اللي قلناه قبل شوية نسبة الأراضي البيضاء في الداخل دليل قاطع أنه التوسع العرضي ما هو مقبول، لأنه مشكلتنا مو عدم توفر الأراضي، في أراضي موجودة ولكن التوسع يعني لازم نجد لها حل. الحل اللي أنا اقترحته على أساس الحل ده بيحافظ على حق المطور في نسبة ربح ثابتة وفي نفس الوقت بيوفر السكن بتكاليف منخفضة. لو كان سعر الأرض طبعا مليون ريال كمثال، لو أنت المطور ما يقدر يبني أكثر من دورين طبيعي أنه تكلفة الشقة عليه حتكون جدا عالية وحتكون كذلك على المواطن. كل ما طلعنا دور حتتقسم الوحدات السكنية على سعر الأرض فحتنخفض التكلفة.
عملنا نموذج محاكاة، لو كان دور أو دورين أو ثلاثة أو أربع أدوار، لو زدناها دور كم حتنخفض التكلفة، إلى لو زدنا ثلاثة أدوار أقل نسبة خفض تكلفة مباشرة للمطور هي 11%، توصل ل 36%. آخر شيء أهم النتائج هو طبعاً توفير أهم نتائج القرار. إذا تم إقرار قانون لرفع الحد الأعلى لعدد الأدوار، حيكون في توفير آلاف من الشقق السكنية خلال فترة بسيطة طبعاً من إقرار القرار. حيكون في انخفاض عام في أسعار الشقق التمليك بسبب وفرة العرض، غير الانخفاض المباشر 36% انخفاض مباشر، حيكون في انخفاض بسبب وفرة العرض. أخيراً حيكون في انخفاض نسبي في سعر الأراضي البيضاء بسبب يعني تصريف السيولة في المقاولات وتوفير بدائل للمواطن. أخيراً عشان الواحد يكون صريح مع نفسه، القرار ده لو طبق فقط برفع الحد الأعلى بدون معالجة المشكلة الأساسية للإسكان في السعودية اللي هي الأراضي البيضاء، حيؤدي بعد فترة بسيطة سنة أو سنتين إلى ارتفاع مضاعف لأسعار الأراضي. شكراً. والآن مع العرض الأخير فيصل الشمراني، وهو يمثل مجموعة من المعماريين من جامعة الملك عبد العزيز في جدة في مشروع عن الهوية العمرانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبما أن الحديث عن الإسكان فلا ننسى جانب مهم ألا هو الهوية العمرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تعلمون تزخر المملكة العربية السعودية بهوية عمرانية مميزة تتباين وتختلف باختلاف مناطقها المتعددة، إلا أن هذه الهوية فقدت لعدة أسباب عوامل، من أهمها ضعف الثقافة وعدم الإحساس بأهمية هذا الموروث القديم، الاتجاه نحو أساليب البناء الحديث وإهمال جانب الهوية، عدم وجود أنظمة وقوانين تحافظ على هذه الهوية، بالإضافة إلى النمو العمراني السريع للمدن. الموضوع المبادرة: المحافظة على الهوية العمرانية في كافة مناطق المملكة عن طريق اعتماد تصاميم تحاكي الطابع العمراني القديم ممزوجاً بالطراز الحديث. أهداف المبادرة: الحفاظ على التراث العمراني للمملكة العربية السعودية وإعادة إحيائه، وتمييز المناطق المملكة كل منطقة على حدة بما تتميز به من تراث معماري خاص. ونجد أن ذلك سوف يقوم بتنشيط السياحة داخل مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة لخلق فرص وظيفية متعددة للشباب، وأيضا زيادة روح الانتماء لدى المواطن، حيث أن هذه التصاميم تحكي واقع الأجداد وتتكلم عن بيئة تحدرنا منها فيما سبق. نحن مجموعة معماريين شباب قمنا بعمل دراسة تفصيلية وشاملة وتحليلية لمناطق المملكة العربية السعودية، وأوجدنا مزيجاً بين الماضي والحاضر، وقمنا بعمل محاكاة للطرازات المحلية لكل منطقة على حدة. مثلاً منطقة نجد قمنا بدراسة ما تتميز به من طرازات عمرانية، ومن ثم مزجه بروح الحاضر عن طريق تجريد العناصر المعمارية فيه، ونجد أن هناك مزجاً ما بين روح الحاضر وأصالة الماضي. وأيضاً تم تطبيق الفكرة في المنطقة الشرقية، حيث تم هناك محاكاة للطراز القديم وأيضا مزجه بالطراز الحديث، إضافة إلى منطقة الجنوبية منطقة عسير قديما وحديثا. الجهات الحكومية المعنية: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الإسكان، الهيئة العامة للسياحة والآثار وإمارات المناطق. أما القطاع الخاص فالشركات الهندسية ومكاتب التصاميم، بالإضافة لشركات الإنشاءات والمقاولات وشركات مواد البناء. ودور الشباب يرتكز في اعتماد هذه التصاميم عن طريق دراسات تحليلية تفصيلية لكافة مناطق المملكة. تفعيل المبادرة لن يكون جهد فردي، بل لابد من تضافر الجهود مجتمعة سويا، فيكون هناك ربط بين الجهات المختصة